ده صحفي كبير في جريدة الأخبار ومن الناس اللي مداومين دايما ان احنا نقرأ لها الأخبار بتاعتها، وهو معروف ان هو راجل أهلاوي بيحب النادي الأهلي، بيحضر جميع ماتشات النادي وبيتكلم عن النادي الأهلي بكل حب وبكل إخلاص، عشان كده كل احنا بنحبه وبنحترمه جدا. يعني أقول له ربنا يديك الصحة وتفضل كده انت والأهلوية المحترمين في ظهر النادي الأهلي وتسندوه، ونتمنى لك كل خير وتوفيق ومقالات عظيمة من مقالاتك اللي بنقراها، ونتمنى لك كل خير. كاتب صحفي متميز في جريدة الأخبار، و يعني وراجل هو بيميل للعقل ان هو أهلاوي، بس انا بشوف ان الكتابات بتاعته كلها بتتسم بالحياد والعقلانية، وبيعجبني فيه تحليلاته وآراءه وأفكاره بتبقى مرتبة، ونموذج رائع للصحفي اللي ينتمي لمدرسة الأهل. وإحنا عاوزين نشوف إنتاجك دوت في كتاب، بحيث إن إحنا يعني تأرخ لنا تاريخ النادي الأهلي من خلال المواقف ومن خلال الأحداث ومن خلال الحوادث اللي مرت بالنادي الأهلي ومن خلال الطرائف اللي مرت بالنادي الأهلي. الواحد بيبقى بيتشرف إنه ينتمي حاجة لها قيمة. الأهلي هو قيمة وتطوير وتاريخ وأثر يفتخر به. طبعا بنعتز بكل كتاباته، ودايما الحقيقة هو من أحد المدافعين عن حقوق النادي الأهلي وعن اللي هو السياسة بتاعة النادي الأهلي، ودايما نتمنى إن هو طبعا راجل موضوعي، ونتمنى إن شاء الله كل مجا ومجا يكون إن شاء الله معانا، ونتمنى إن احنا نستمتع بكتاباته إلى أطول فترة ممكنة. جماهيرك يا رئيس، جماهيرك الناس دي جماهير الاهلي. معلش بس الناس شايفه كنت بتعمل ايه؟ انا بقول لك هم دي جماهير الاهلي. طيب احنا خلصنا الفقره الاولانيه طب هتقول ايه للناس دي؟ انا هقول للناس دي انه مره اخرى الجماهير دي هي سر الاسرار، هي اللي ملكت مفاتيح نجاح الاهلي. ليه؟ بالراحه يعني وبمنتهى العقلانيه، انا النهارده اما راعي من الرعاه يروح يعمل الكلام ده حقيقي وجديد طبعاً, طبعا 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 لا راح عمل استطلاع فاكتشف انه اكتر من 87% من المصريين اهلاويه والباقي للباقي. ده استطلاع رسمي، الراجل جاب شركه علاقات عامه دوليه عملت 87%. طب يبقى انت عايز ايه؟ دول هم الرقم ده والتأثير بتاعه اللي بيبان، التأثير بتاعه اللي بيبان مع كل الرعاة هو اللي بيخليني أقول إن إحنا بعد ما تنتهي العقود اللي هتخلص في خلال 2.5 سنين جاي لنا 4 لـ5 أضعاف ما تحقق. خمسة وخميسة. طيب الجمهور إداك حقك، الجمهور عاوز حقه منك، الجمهور هيسأل وإنت هتجاوب. ماشي، هنشوف الجمهور هيسألك في ايه. يعني ايه الجديد اللي ممكن يعمله بالنسبه للنادي الاهلي والقناه، وايه الجديد التصور اللي عنده بصفته اعلامي؟